قال موقع The Atlantic Council إن التعاون بين روسيا والحوثيين يقدم لموسكو العديد من الفوائد التي تتجاوز مجرد تعويض الخسائر في ساحة المعركة بأوكرانيا، موضحا أن العلاقات الروسية الحوثية تمنح الكرملين نفوذا إضافيا على اللاعبين الأقليميين المهمين مثل الإمارات والسعودية اللتين لديهما مصلحة في إنهاء الحرب في اليمن. وأضاف الموقع أن روسيا من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية تشجع الأعمال المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر وكذلك الممرات المائية المحيطة. بحسب الموقع فإن موسكو ترى الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي فرصة لممارسة الضغط على الشاحن التجاري الغربي وتحويل انتباه الولايات المتحدة وأصولها عن حرب روسيا في أوكرانيا.